هاي كارما. خديجة فين يا عمر؟ سكرتيرتها كلمتني وقالت لي مش لاقيينها، مختفية. خديجة ما طلعتش الطيارة، وأنا متأكدة إن أنت ورا الموضوع ده. أنت وصلتها المطار قدامي. خديجة تبقى بنت جابي. لا والله، هو اللي خلاني أعمل كده. كان لازم ألاقي حل عشان أخليه يبعد عني. على حسابي؟ أنت إزاي تستغلني في حاجة زي دي؟ أنا وثقت فيك. مكانش في حل تاني. عشان أوقف عملية كركوك، عشان أحافظ عن أخويا كمال وعن عيلته، وعشان أحمي نفسي من الخسائر اللي كانت بسبب جابي والعيال اللي وراه. تحمي نفسك؟ طب ليه ما قلتليش على الموضوع ده؟ أنا كان ممكن أساعدك، بس من الواضح إنه في رواسب كتير جواك مخليك مش واثق فيا، صح؟ أنت من أول لحظة شفتيني وانت جاي عليا يا كرمة، ايه زعلتي لما عرفت ان انا ضحكت عليكي؟ عشان تعرفي كويس انا كنت حاسس بايه لما انت كنت بتيجي عليا وعلى مشاعري. بس الفرق ان انا كنت بسامح دايما، دلوقتي انت جايه عشان تحاسبيني. واضح ان أنا لازم أكون زيك. I'm sorry، معرفش أسامح. أنا آسف يا كارما، ما كنتش أزود أقول الكلام ده كله. أنت قلت كل اللي جواك يا عمر. كارما، كارما، أربعة بيض، تلاتة دقيق، اتنين سكر، واحد قطر زبدة. انت انت ولا انا بحلم؟ انت بجد؟ وحشتني قوي يا سوسو. ايه اللي بتعمليه ده؟ بقرصك، بقرصك عشان اتاكد انك قدامي بجد واني مش بحلم. طيب ما تاخدلك بوسه احسن عشان تثقي ان انا بجد وحقيقي وموجود هنا دلوقتي. وبعدين بقى احترم ذات نفسيتك. بذمتك انا ما وحشتكيش. وحشتني، وحشتني قوي. انت ازاي خرجت من السجن؟ انت لسه لك 10 شهور، اوعى تكون هربت. لا لا لا، يعني عاوزاني ارجع اكمل المده؟ لا لا، الف بعد الشر عنك. كفايه كفايه المرار اللي انت شفته بدلنا. ده لو رجع الزمان تاني هعمل كده واكتر كمان عشان عيونك يا قمر. بس الشغل وحشني قوي 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 قوي. الشغل وحشك ولا انا اللي وحشتك عينك في عيني كده؟ ما انت الشغل كله يا حبيبي، يا حبيب قلبي. ده اللي كان بيهون عليا ايام السجن هو اني راجع لك تاني. يا حبيبي يا سوسو. يا لهوي سوسو، بقالك زمن ما سمعتهاش يا سيد.
من هنا ورايح هتسمعها على طول. اللي فات غمة وتزاحت كله دلع في دلع في دلع. ما تجيبي حاجة تصميرة كده. وبعدين بقى احترم نفسك. ماشي، ولأن الحلال هو الأحسن سوف أنتظر وأنتظر. انتظر بس أنا مش هقدر أنتظر أكتر من كده. روحي الحمام اجري بقى. اف تحتك سجن. مش فاكر كويس يا كارما، انت الحياة بقت مملة. انت بقيت أنا وصافي عايشين حياتنا بالشكل ده. امتى سارة بعدت عن حضني؟ وامتى شريف هرب من حياتنا عشان يعمل حياة تانية بعيد عننا؟ أنا مش فاكر إيه اللي حصل، بس مش قادر أوقفه. مش قادر؟ ولا مش عايز؟ ولا مش فارقة معاك؟ مفيش حد نفسه يشوف كل اللي عمله في حياته بيتهد قدام عينيه. انت عارفه يعني ايه كارما؟ في شرق اسيا الكارما معناها ان اعمال الانسان وحتى نيته بتلف تلف وترجع له تاني. وانا ابتديت احس ان كل اللي حصل في حياتي ده بسبب اللي عملته فيك يا كارما. تفتكري الكارما دي عدل؟ يمكن لو عدل صحيح صار مرها باللي انا عملته في حياتي. ليه حياتها انقلبت بالشكل ده وبقت حزينه طول الوقت؟ انا ممكن اشتري اي حاجه في الدنيا، عندي كل حاجه، بس ما عرفتش اشتري سعاده ساره. ما بقتش عارف اعمل ايه، حتى هي نفسها مش عارفه ايه اللي يفرحها. ساره ممكن تكون محتاجه لك، ممكن سعادتها تكون انك تقف جنبها تشجعها انها تفتح لك قلبها، تفتح لها قلبك، ممكن ده يحسسها بالامان. حاولت اقربها بس هي مش عايزه تتكلم معايا، زي ما يكون في سر مخبيها. بتألم كل ما بشوفها وساعتها بتتدهور، تخسر نفسها، تخسر ابنها، وكل ده كوم واللي حصل في الشركه ده كوم. كل حاجه ممكن تتصلح، ما تقلقش، الشغل مشاكله كلها بتتحل، المهم هي تكون بخير. تتحل ازاي؟ دي بهدلت اكبر منافس ليا في السوق في مكتبي. طب حاولت تتكلم معاه توضح له طبيعه اللي حصل؟ اتكلمت معاه فعلا، بس اتعامل معايا بقله ذوق ورد ردود سخيفه جدا. وعنده اي حد في مكانه كان هيعمل اكتر من كده، بس انا كمان ما اقدرش اصغر نفسي قدامه اكتر من كده. طب واللي يحل لك المشكله معاه تعمل له ايه؟ بس دي مش حكايه سهله يا كرم. مش انت كده كده بتقول انك خسران الراجل؟ نجرب معاه يمكن.